السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن المهد المنتظر، وموضوع الحلقة عن الروح والنفس، وأين أنتم أيها العلماء؟ لا يوجد روح في كل البشر بالحجة الداحضة. رايح أثبتلكم أحبابي موضوع النفس والروح، وإن الروح أكثرية البشر ما فيهم مش روح، وبجيب دلائل من القرآن الكريم. خلينا نبلش أحباب الله. أنا عارف كثير رايحين يعارضوا وقول لك كلامك هذا كله مش وين جايبه، هاي الكلام جاي من القرآن الكريم. بدي آية واحدة من القرآن الكريم تثبت إنه الإنسان فيه روح غير آدم عليه السلام وسيدنا عيسى بن مريم عليه السلام، واللي الله سبحانه وتعالى من الأنبياء والمرسلين اللي إيش بضع فيهم الروح، أما غيرهم البشر ما فيهم روح. عشان هيك أحباب الله شوفوا الحلقة هاي وشاهدوها لنهايتها بعدين أحكموا، واللي عنده حجة داحضة تدحض حجتي بتراجع عن كلامي وما بتأخذ العزة بالإثم كما عودتكم أحبابي. بس كلام من عندك تقول لي كاني مالي بدون ما أجيب الدليل من القرآن الكريم بالكلام هذا، معناته أنا بقول لك أعتذر. بدي حدا يجيب لي حجة ده حدا من القرآن الكريم. قلت لكم أحباب الله أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما بنكرهاش حاشا لله، بس أي حديث يخالف القرآن بتركه عجال وما بنكره، بس ما بعمل فيه حتى أثبت أو تجيني حجة أو علم من واحد يعلمني أو فهمني أنه هذا الحديث مظبوط من القرآن والقرآن بيثبته. هسا في ناس بأخذ الحديث بقول هذا صحيح أو غير صحيح. أنا بالنسبة لي بأخذ الحديث اللي بإيش مثبوت في القرآن الكريم، وأكثرية أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام مثبتة من القرآن الكريم، بس في بعض الأحاديث تخالف القرآن فبتركها على جال. عشان خلينا نبلش الحلقة، وإن شاء الله كل واحد يفتح عقله وما يتكبر عن الحق راح يوصل للنتيجة اللي أنا وصلت لها. بنبلش أحباب بالله بسورة الحجر 28 و29. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يعني الله سبحانه وتعالى قال للملائكة إني خالق البشر من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يعني سجود الملائكة حصل بعد نفخ الروح في آدم، والروح إلى خصوصيات، مش كل واحد بأخذ نفس الخصوصية. الخصوصية اللي كانت في آدم عليه السلام بنفخ الروح هو علمه بالأسماء اللي علم الله سبحانه وتعالى، علمه الأسماء. فليش يا أحباب بالله؟ وإذ قال ربك للملائكة إني خالق الملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. خلينا نرجع على كلمة فإذا سويته. في سورة الشمس من آية 7-10 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن كما سوى سيدنا آدم قبل نفخ الروح، الناس كلها عندها نفس، ونفس وما سواها يعني نفس التسوية. إذن الإنسان لحد الآن نفس ما فيه روح، وإن شاء الله بنزل على الآيات كثيرة جدا كثيرة جدا. ونفس وما سواها هو فألهمها فجورها وتقواها. الفجور بيجي من الشيطان، والتقوى بتيجي إيش من الملائكة من الإنسان. هسه الإنسان مخير، شو بقول لك؟ قد أفلح من زكاها اللي زكى نفسه، وقد خاب من دساها يعني دس في نفسه. هسه دساها زي اللي بدس السم في الطعام، انت ما بتعرف انه في سم، بتاكل بتسمم. هسه دساها في نفسه يعني وضع صفة تغضب رب العالمين في نفسه، مثلا ايش؟ الحسد، البغض، الكره، الحقد،
الغيرة كلها إيش؟ أنت بتدسها في نفسك بس بدون ما تكون أنت حاس فيها. قلت عليه أحباب الله، وقد خاب من دسها، قد أفلح من زكاها، اللي بيزكي نفسه بحب الآخرين وبالتقوى وبالإيمان وبالصدق وبالأمانة وعدم حسد الناس والعفو والرحمة في قلبه ما في حقد، هذا الإنسان زكى نفسه، هذاك إيش دساها. عشان هيك أحباب الله بننزل على إيش سورة الزمر 42، دورجيك الروح ما لها علاقة في الإنسان، قليل جدا اللي بيعلموا العلم هذا. سورة الزمر 42 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل المسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يعني هاي الآية بس للناس اللي بتفكروا وتدبروا آيات الله. عشان هيك الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني في نفسين، هنقول شخصين ونضرب مثل ولله مثل الأعلى، اثنين ذهبوا للنوم، واحد الله سبحانه وتعالى قضى عليه الموت والآخر له أجل مسمى لسه ما أجى أجله. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني اثنين نايمين، اللي قضى عليها الموت فيمسك التي قضى عليها الموت، يعني يمسك النفس تبعته ويرسل الأخرى إلى أجل المسمى، يعني هذا اللي الله قضى عليه الموت وجاء أجله مسكت نفسه، أما الآخر يرسل نفسه إلى أجل المسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بس القوم اللي بتفكروا بفهموا الكلمات هاي. عشان هيك الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، نفسين، يعني الأنفس قضى عليها الموت وأنفس لسه أجلها ما إجا إلها أجل مسمى، مع الزمن راح يقضي عليها الموت لأنه ما فيش إنسان بخلد. يعني قال الله يتوفى، يعني الوفاة تحصل على إيش؟ على الجهتين، من مات يتوفاه الله فيقضي عليه الموت، يعني هو مات مش متوفي زي ما رفع سيدنا موسى، سيدنا عيسى عليه السلام رفعه وتوفاه، مش معناته ميت سيدنا عيسى، لأنه ما قضى عليه بالموت وما مسك نفسه، عشان يا أخي رايح يرجع مرة ثانية. هسه نيجي على سورة البقرة 155، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يعني الله سبحانه وتعالى راح يبتلي المؤمنين بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس، يعني كثير ناس راح يموتوا من أهل الإنسان بده يشوفوا بصبر ولا ما بصبر، وبشر الصابرين، اللي بصبروا له البشرة، يعني بالبلاء بالخوف أو الجوع أو نقص بالأموال أو الأنفس أو الثمرات وصبر له البشرة. طيب سورة الزخرف 71، خلينا نجي على الجنة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. يعني هسه يطاف عليهم الجنة بصحاف من ذهب، هذول إيش؟ الدرجات العلى، الدرجات الأسفل بأخذوا صحاف من فضة. أنتوا علي أحباب الله؟ يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيه ما تشتهيه الأنفس، يعني كل واحد بيشتهي نفسه وتلذ عينه راح يلاقيه، وأنتم فيها خالدون، خالدون إلى ما لا نهاية. سورة النجم 23 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءكم من ربكم الهدى. يعني هذه آلهة ناس سموها ما الله أنزل فيها من سلطان، سموها هو وآباؤهم، هم وآباؤهم أنزل بها من سلطان. ليش؟ لأن يتبعون الظن وما تهوى الأنفس، أنفسهم تشول التهوى. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، الهدى القرآن الكريم. قلت عليه أحباب الله. طيب سورة يوسف 53 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. يعني ما يبرر الواحد نفسه إذا كان سوى ذنب، زي ذنب الامرأة هاي اللي كانت إيش تحاول تراود سيدنا يوسف عن نفسه. وما أبرئ نفسي
إذا في إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، يعني الله سبحانه وتعالى رحمه ما بخلي نفسه أمارة بالسوء، إن ربي غفور رحيم. طيب ليش أحبابي على صوت القيامة 1 و2؟ قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. هسه هناك في عندكم إيش؟ نفس أمارة بالسوء هو في نفس لوامة. طيب سورة الأعراف 88 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يعني ما حدا بعلم الغيب إلا رب العالمين، حتى الأنبياء والمرسلين بيعرفوا شو الغيب. الله بعلمهم بعض العلم بس علم الغيب كله بس لله سبحانه وتعالى. لو بعرف الواحد هسه مش بس النبي، أي إنسان بعرف شو راح يصير في المستقبل يقول لك قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، أنا يعني فيش إنسان بيقدر ينفع نفسه أو ضرها، كلها إلا بمشيئة الله. ولو كنت أعلم الغيب إيش؟ استكثرت من الخير، الخير مش المال والأكل والشرب، الخير اللي راح ألاقيه يوم القيامة. وما مسني السوء، السوء الأعمال السيئة، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. سورة طه 96 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبتها وكذلك سولت لي نفسي. شوف خصائص النفس وانت حي وانت ميت، ولما يقضي عليه رب العالمين بالقضاء عليه بالوفاء وفي الجنة نفس 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 ما في ولا مرة فيها روح. اصبروا عليه. سورة القصص 16 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. يعني الإنسان بظلم نفسه ونفسه وما سواها فعلها مفجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. طب شوفوا هون سورة البقرة 48 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: واتقوا يوما لا تزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل ولا هم ينصرون. يعني اتقوا يوم الحساب لا تزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل ولا هم ينصرون. سورة البقرة 87 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. نفس هسه بيجي واحد يقول خلي النفس اصبروا على دقيقة لحظة لحظة إن شاء الله وأوصل كل النتيجة نفسها. هسه سورة البقرة 207 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. اشترى نفسه ابتغاء مرضات الله. هسه سورة آل عمران 185 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: كل نفس ضائقة الموت. مين اللي بذوق الموت؟ النفس. كل نفس ضائقة الموت، يعني النفس لازم تذوق الموت. كيف بذوق الطعام؟ رايح يذوق الموت. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يعني ما في نفس ضائقة الموت. سورة النساء 1 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. مين هي النفس الواحدة؟ سيدنا آدم. وخلق منها زوجها. مين؟ سيدتنا حواء. يعني خلق زوج سيدنا آدم من نفسه وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يعني من سيدنا آدم وحواء خرجت الإنسانية والبشر. واتقوا الله الذين تسألون به، على ربنا راح يسألنا يوم القيامة عنه. والأرحام راح يسألنا عن الأرحام، بده يحضر الواحد ما يقطع صلة الرحم. إن الله كان عليكم رقيبا. طيب سورة المائدة 32 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات
ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. يعني عشان واحد من أولاد آدم قتل الثاني من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، مش مكتوبة على المسلمين. علماء الدنيا هسا قاعدين بهجوا ذنب لأمريكا ولأوروبا، بضلهم يجيبوا الآية هاي، بقول لك أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فإنما لا حبيبي، هاي مش إنا إحنا. إحنا هاي انتسخت، هاي لبني إسرائيل. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض المسرفون. إذا أنت بتقتل النفس، طب وين الروح؟ يعني بكل الآيات وين الروح؟ أحباب الله، في أكثر من 270 آية تحكي عن النفس، وحوالي يعني عدد لا يحصى عن الأنفس وعن نفسي. يعني ترجع على الأصل اللي هي الجذر نفس، وتطلع منها أنفسكم أنفسنا نفسي، الأنفس كلها ترجع من كلمة نفس. دوروا في القرآن الكريم كلها إذا في شيء علاقة إلى الروح إلا بقضيتين، وإن شاء الله أعجبكم إياهم. سورة المائدة 45 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. يعني أحباب الله كتب الله سبحانه وتعالى يعني هذا الأمر مش منسوخ على كل اللي قبلينا إنه النفس بالنفس، يعني واحد قتل النفس يقتل على حسب إذا كان عامدا أو غير متعمد، وغير ولي الأمر بده يسامح أو ما يسامح، بس القانون وكتبنا عليه في أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. واحد الجرح بحق له، بقول له فمن تصدق به، يعني واحد قدر يأخذ حقه، مثلا واحد جرحك بحق له تجرحه، فمن تصدق به فهو كفارة له، يعني راح يكفر عنه ذنوبه الله سبحانه وتعالى، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحمد لله. سورة الأنعام 98 قال تعالى وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. يعني هو أنشأنا من نفس واحد فمستقر ومستودع. المستقر يعني المستودع اللي هذا في الاسم بده يجي، والمستقر الموجود. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، يعني بس الناس اللي عندهم الفهم الفقه بفهموا الكلام هذا. عشان يا أحباب الله سورة الأعراف 172 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يعني قبل ما يخلق آدم، يعني بعد ما خلق آدم وأخرج ذريته من يعني وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، يعني جاء كل البشر المخلوقين كلهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هذا إيش قبل ما ينزلهم على الأرض. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، هسع ظهورهم إيش بيطلعوا؟ الذرية اللي إيش بتطلع الماء لما ينام الجامع مع زوجته، وأشهدهم على أنفسهم يعني شهدهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. ما تيجي يوم القيامة تقول إحنا ما كنا غافلين، لا الله أشهدكم قبل ما يخلقكم إنكم أنتم إيش ألست بربكم قالوا بلى. طيب بسورة التوبة 111 قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهد من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. يعني شوف إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، ما أصلا مالكنا بس هذا الخيار
اشترى من المؤمنين أنفسهم، بس المؤمنين أنفسهم وأموالهم بل لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله حاشا إن الله لا يخلف الميعاد، فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به وذلك هو الفوز العظيم. سورة هود قال 105 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، يعني يوم القيامة يجي ما بتتكلم نفس، ما ممنوع أحد يتكلم كلمة إلا بإذنه، فمنهم شقي اللي إيش هو جهنم والسعيد بدخول الجنة. سورة الإسراء 14 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني نفسك وتحاسب نفسك يوم القيامة، اقرأ كتابك أعمالك التي سويتها. سورة طه 15 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، يعني جزاء النفس الساعة. قال سيدنا موسى عليه السلام إن الساعة آتية أكاد أخفيها، يعني أخفاها الله سبحانه وتعالى بعد سيدنا موسى عشان إخوان إسرائيل عندهم علوم كبيرة، علوم كثيرة واشتغلوا عليها من الأزل لحد اليوم، بخربوا بخططوا بسووا اللي هي إيش الصهيونية طلع منها الماسونية والليموناتي اللي هم إيش المتنورين. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، يعني اللي إيش اللي بيعمل خير راح يلاقي خير واللي بيعمل شر راح يلاقي شر. سورة الأنبياء 35 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ضائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، فيش نفس ضائقة الموت، اللي بذوق الموت النفس. سورة العنكبوت قال تعالى 57 قال تعالى كل نفس ضائقة الموت ثم إلينا ترجعون. سورة لقمان 28 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير، يعني لما خلقكم من نفس واحدة ولما يبعثكم كنفس واحدة إن الله سميع بصير، يعني سبحان الله اللي بقول لك إيش بتكبر الناس بقول لك إحنا وإحنا وإحنا ولا شيء بدون رب العالمين. سورة لقمان 34 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. طيب سورة السجدة 13 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، الله لو شاء كان آتى كل نفس هداها كان هذا الناس جميعا، بس في قول حق من الله لأبليس لما وعده لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. سورة قاف 16 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. سورة قاف 21 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، نفس نفس. سورة المنافقون 11 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون، نفس الشغلة. سورة المدثر 38 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس بما كسبت رهينة. أحبابي بالله كل الآيات هاي نفس، قلت لكم في حوالي أكثر من 300 آية وشوي 270 كلمة نفس وبزيدوا عليهم 30 تقريبا بطلع أكثر من 300 آية، أنا ما عديتهم بالضبط بس 300 وزيادة كلها نفس، ولا في أي وعد فيها روح مقرونة مع النفس وتسوية البني آدم إلا مرتين، وهسا بجيب لكم يا أحباب الله من القرآن الكريم. بس خلينا نيجي على إيش سورة الأنبياء 30 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، كل شيء حي إجا من الماء
بدون ماء ما في حياة. يعني البني آدم والحيوانات والطيور والأسماك والأشجار والنباتات وكل إشي حي يوجد فيه حياة هذا من الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون. طيب سورة الأنعام 38 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم، يا بشر ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. يعني ما في دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي وإحنا إلا نحشر يوم القيامة. بس إيش؟ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم، أمثالنا أمي زينا إحنا زي البشر. واستعمل شبك دلائل إبراهيم. سورة الرعد الثلاثي قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بس القوم اللي بتفكروا بفهموا الحكي. قلت لكم الآية اللي قبليها: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. يعني بالنسبة للدواب والطيور وأي شيء يدب على الأرض أمم مثلنا، زائد وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات يعني الخضار والفواكه والشجر وغيره جعل فيها زوجين اثنين يخشي الليل النهار إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. يعني النباتات والحيوانات والطيور والمخلوقات اللي فيها حياة فيها زوجين اثنين، كما بدأنا إحنا الذكر اللي هو آدم ثم من ذكر الأنثى نفس الشغل، خلق كل شيء، خلق الذكر من الحيوان أي نوع حيوان وخلق منه الأنثى، وخلق من الشجر ذكر وأنثى. إذا ما في ذكر أنثى ما بتنتج الشجرة، وجربوا كثير في بعض الأنواع، إذا عندك شجرة تفاح وما في حواليها قريب يجي تفاح وبيجي النحل أو الحشرات وبتلقحها ما بتطلع ثمر. عشان إيش؟ في سورة المؤمنون 27 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. يعني الله أوحى لنوح عليه السلام أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور، علامة يعني سيدنا نوح عليه السلام، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين، يعني كل حيوانات الدنيا والشرات والطيور وغيره بتجيب زوجين، أسد ولبؤة، فهمت علي؟ حصان وفرس، وهذا المجرى. وإيش بقول لك؟ من كل زوجين اثنين وأهلك إلا ما سبق عليه القول منهم، اللي هو زوجته ومين؟ وابنه. ولا تخاطب الذين ظلموا إنهم مغرقون. يعني اللي بقول لك سيدنا نوح دعا على قومه وبيحاسبوا عليها انه انا دعيت على قوم، لا حبيبي هي ولا تخاطبني في الذين ظلموا لانه بحق لي ادعي عليهم، مش رايح يطلع منهم واحد مؤمن انهم مغلقون. سورة الذاريات 49 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ومن كل شيء خلقنا زوجي لعلكم تذكروا. شو معنى الكلام هذا؟ كل شيء، لما ربك يقول سبحانه وتعالى من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، بده يسقط الواحد كل شيء زوجين. هسه بنيجي احباب بالله الى سوره الفجر من 27 ل 30 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا اخي كل هالدلائل هاي لحد الان بدلك من ما خلق آدم وقبل ما خلق آدم وبعد خلق آدم كلها نفس. وين الروح إلا في آدم؟ واسع جركية. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي، النفس اللي بترجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي
وادخلي جنتي. فهمت علي احبابي؟ طيب هسه خلينا نجي على موضوع الروح. سوره الحجر 29 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. احنا عرفنا ادم الله نفخ فيه الروح، صح؟ طيب بنيجي بالقران الكريم سوره الانبياء 91 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها ايه للعالمين. هذه المره الثانيه ذكرها ايش؟ يعني نفخ الروح في فرج سيدتنا مريم، وجعل ابنها ايه للعالمين. بسورة مريم 17 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. يعني حادثتين صارت. عشان هيك في القرآن الكريم سورة آل عمران 59 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أحباب بالله، يعني اللي بيقول ليش ما جاب من كل الخلق إلا سيدنا عيسى وآدم؟ لأنه اثنين عندهم شيء مشترك، نفخ الروح. هذاك سيدنا آدم عليه السلام لما نفخ في الروح أعطاه خصاصية علم الأسماء. سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام لما نفخ الروح في أمه وطلع كلمة، اللي هو مين؟ سيدنا عيسى بن مريم، الروح موجودة فيه، وأيدناه بالروح القدس. هسه الناس بيقول لك الروح القدس هذا جبريل، لا حبيبي، مش بكل شهر دلائل، الروح المقدسة. أيدوا فيها رب العالمين اللي بإيش؟ خصاصيتها أن تحيي الموتى وأن يجعل الطير من الطين كشكل الطير وينفخ فيه بصير طير بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله، ويشفي الأكل ما هو الأبرص بإذن الله، ويعلم ما في أنفس اللي حواليه بإذن الله. هاي خاصية روح القدس اللي الله أيد سيدنا عيسى فيها. طيب نيجي على الروح عامة. بسورة الإسراء 85 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني هاي الآية والله واحد حكى لي على اليوتيوب، حكى لي رجاء ما تنزل عن موضوع الروح، انت ما اتاك العلم الا قليل. قلت له يا اخي لا تتدخل في الموضوع هذا، انا ما بخاطر، ما بقول على الله ما لا اعلم، انا بدرس القران وبقعد ايام وسنوات على موضوع واحد لما الله سبحانه وتعالى يبين لي اياه في القران الكريم، وبعرف شو اللي بحكي فيه. ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا. طيب هسه بدنا نشوف الروح هاي. قلت لكم ما فيش الا اثنين من البشر مثبتة أن الروح موجودة فيها، سيدنا آدم عليه السلام وسيدنا عيسى بن مريم. طيب نيجي على سورة غافر 15 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. إذا الروح هاي خصصيتها بتروح رفيع الدرجات ذو العرش، الله سبحانه وتعالى يلقي الروح على مين؟ من أمره على من يشاء من عباده. ليش من يشاء من عباده؟ شو بده يسوي هذا؟ لينذر يوم الطلاق. يعني هذا الانسان لا رسول لا نبي. فهمتوا علي احباب الله؟ طب تعال شوف الايه اللي بعديها. سوره النحل 2 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. طب مين يا احباب الله المنذرين؟ مش الأنبياء والمرسلين؟ إذا الروح هاي لها خصوصيات من إنسان لإنسان، بس مش أي إنسان. هذول الناس اللي تحملوا مسؤولية الرسالة والنبوة بلقي الروح عليهم مشان ينذروا أن لا إله إلا الله فاتقون، وإيش؟ وأنذروا أن لا إله إلا الله مشان إيش؟ ينذروا يوم الطلاق. فيش فيها مجال. عشان هيك سورة القدر 4 قال: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. يعني تنزل الملائكة والروح فيها، إذا الروح مش من الملائكة. هسه بجيب لكم دلائل أخرى.
تنزل الملائكة والروح فيها. في بعض الناس سمعتهم بيقولوا الروح والجبريل، يا أخي اتق الله، اتق الله، أنت هون قاعد بتقول على الله ما لا تعلم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، يعني الملائكة بتنزل والروح فيها موجودة معها بإذن ربهم من كل أمر. عشان هيك قال بسورة النبأ 38: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. إذا الروح صف والملائكة صفا، بيقولوا إيش صفين ورا بعض، بس الروح أمامهم. إذا الروح مش من الملائكة. وأسمع شو بقول دلائل أخرى. سورة الشعراء 193 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، نزل به الروح الأمين. أعوذكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. مرات الواحد لما يحكي ريقه بينشف شوية. نزل به الروح الأمين، يعني سيدنا جبريل عليه السلام. الروح الأمين، الأمين على الروح. نزل به الروح الأمين، يعني الأمين على الروح اللي هو سيدنا جبريل. بس عم بقول لكم، بجيب لكم دلائل وبراهين من القرآن الكريم. نزل به الروح الأمين. شوفوا اللي بعديها، سورة البقرة 97 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. يعني جبريل عليه السلام لما كان الرسول يشوفه يطلع له بصورة ملاك ويطلع له بصورة بشر، يقول لك نزله على قلبك. طب شو اللي نزله على قلبه؟ الروح. وضع الروح في قلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عشان هيك بقول لك النور، كان النور شع من جبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس ينظروا إليه يشوفوا نور. ونفس الشغلة لما يجي المهدي عليه السلام وعيسى بن مريم عليه السلام، ونفس الشغلة كانت موجودة. الروح بتيجي من واحد لواحد، بس هي روح واحدة تيجي على الواحد، ثم بعد وفاته تنتقل لشخص آخر. هاي الروح رب العالمين يأمرها بتروح لواحد مشان ننظر يوم الطلاق. عشان يا بني إسرائيل كان من نبي لنبي، من نبي لنبي، أنبياء متتابعين، بس دائما تكون الروح في واحد. فالمهم هسه عم نجي على الشورى 52 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أحباب الله، هاي الآية مش لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هاي الآية للمهدي عليه السلام. لأنه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. شو عن مين بيحكوا؟ عن الكتاب. نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. للمهدي. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي فيه الناس. المهدي. وإيش موضوع الروح؟ أحباب الله، أحباب الله، واضح وصريح من القرآن الكريم. جيبوا لي آية واحدة من القرآن بتقول لك البشر فيها روح. والله سبحانه وتعالى حكى عن الحيوانات والطيور وغيره: هم من أمثالكم، وهم لهم أنفس وحنا عندنا أنفس. عشان يقول لك هذا بقول طلعت روحه، هاي كلمة لا تجوز. خلاص أجا أجله، قضى عليه الموت، توفاه الله. بس تقول طلعت روحه، وين طلعت روحه؟ هاي الآيات عندكم. كيف الله بقدر يحط روح في بني آدم يزني ويسوي السبع وذمتها؟ مستحيل. الروح هاي أمر من الله طاهرة، ما بضحى رب العالمين إلا في أطهر عباده. عشان هيك دائما تنزل الملائكة والروح فيها. آيات كثيرة عن الروح كلها فيها طهارة وعظمة، لأنها خاصية بذات الله سبحانه وتعالى. ما بيجوز الكافر الزنديق اللي يقول أنا ربكم الأعلى تكون موجودة في روح، أو اللي بزني، أو اللي يسوي السبع وذمتها، أو اللي ما بصلي. مستحيل تكون الروح موجودة في إنسان ويكون إنسان عاصي. عشان هيك ليلة الإصلاح أحبابي بالله للمهدي الله يضع الروح فيه،
يكتمل إصلاحه. بقول لك اكتمل في ليلة، وإن شاء الله في أشرطة رايح أبين لكم شو هي الليلة وكيف الليلة وطريقة الإصلاح كاملة بأمور كثيرة على المهدي رايح أنزلها، بس إيش شوي شوي لأنه عندي مليون موضوع أنزله. فاللي أنا بهمني فيه أنا بقرأ القرآن بحط في الدفتر المواضيع اللي بدي أنزلها بجهزها وبنزلها. عشان يا أخي أحباب الله لا تصدقوا اللي بقولكم الروح والنفس والواحد لما ينام تطلع روحه. لا حبيبي تقتلكم الآية واضحة، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. هذول الأنفس ترتفع فوق توفاها، ها معنى تعرف شو معنى توفى؟ زي هي ترجع على كلمة وفاه أجره أخ، يعني أنت عملت خير شايف بيوفيك أجرك بالخير، عملت شر تأخذ أجرك أنت إيش يعني وفاك الله أجرك، إن كان خيرا فهو خير لك وإن كان شرا فهو شر لك. عشان شو قال بني إسرائيل؟ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فعليه. فلا الإنسان اللي بيعمل خير بيعمل خير لنفسه مش لروحه. وهاي إنه الإنسان بس يموت بتروح روحه بتتعلق كله هذا حكي أحباب الله ما هو مثل القرآن الكريم. اللهم إني بلغت اللهم فشل، اللهم اجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.